ليس كل شخص يغير نفسه بمنظور. الشباب التقوا في محاور الالتقاء والعمل المشترك اليوم في هذه الفترة المسائية. كما تلاحظون اتجهنا نحو الورشات التي تشهد فعالية وتشهد إقبال كبير من شبابنا، على اعتبار أنها ترمي إلى تعزيز مجموعة القدرات ومجموعة الكفايات التي تجعلهم أكثر قدرة وأكثر تأهلا لممارسة المواطنة بأبعادها الجيدة وبأبعادها المثلى، وكذلك تجعلهم أكثر فهما لمفاهيم التمكين السياسي والقدرة على الانخراط في المجال السياسي.